أهلا بكم من جديد. اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في واشنطن مع معالي السيد بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. وخلال الاجتماع أشاد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة بالتطور الملموس والتنوع المثمر في العلاقات التاريخية المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، منوها معالي بالحرص المشترك على توطيد أواصر صداقة وتعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفعها بشكل متواصل إلى الأمام وعلى جميع المستويات، مشيرا معالي إلى أن استمرار تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين من شأنه تعميق التعاون وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة وتعزيز أطر التنسيق إزاء مختلف القضايا وبكافة المحافل الدولية. هذا وثمن معالي وزير الخارجية الدور المهم الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين وحرصها على التعاون والتشاور مع دول المنطقة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية لجميع شعوبها. من جانبه رحب معالي السيد بول رايان بمعالي وزير الخارجية معربا عن اعتزازه بلقاء معالي وتقديره لحرصه على تبادل الرؤى والتشاور إزاء كل القضايا التي من شأنها فتح أفاق أرحب للتعاون بين البلدين الصديقين وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة بما يعود بالخير والنفع على جميع دولها وشعوبها، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. هذا ويجري معالي وزير الخارجية اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين وأعضاء من مجلس النواب ومن مجلس الشيوخ الأمريكي خلال زيارة معالي الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.